السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب. في هذا المختبر، مختبر مبادئ الكهربائية والمغناطيسية. مختبر مبادئ الكهربائية يعتبر مكمل للمادة النظرية اللي راح ناخذها خلال المحاضرات النظرية. هذا المختبر يعتبر مادة مكملة للمحاضرات النظرية. في هذا المختبر الحقيقة راح نحاول، يعني من خلال التعليم الإلكتروني، راح نحاول نغطي مجموعة من التجارب، يعني نفرض 5 تجارب، ومن ثم إذا لحقنا راح ناخذ نسوي التجارب ناخذ تجارب أكثر. قبل ما ندخل بالتجارب وكيفية إعداد التجارب، راح ناخذ مقدمة بسيطة عن كيفية إعداد تقرير للتجربة الإلكترونية. عادة احنا في المختبر يقوم الطالب بإجراء التجربة المطلوبة من عنده، بعد أن نزوده بالمعلومات الأساسية اللي يحتاجها، المعلومات النظرية وكيفية إجراء التجربة وطريقة العمل. ثم الطالب يقوم بإجراء هذه العملية تجريبيا ويحصل على النتائج المطلوبة في ورقة مخصصة للنتائج. ومن ثم بالأسبوع اللي بعده المفروض الطالب يجي مهيئ تقرير لهذه التجربة اللي اشتغلها بالأسبوع الماضي. تقرير التجربة بخطوات محددة، على الطالب أن يقوم بإنجازها بدقة عالية. الآن راح ناخذ مقدمة بسيطة كيفية كتابة تقرير التجارب العملية. لغرض إعداد تقرير التجارب العملية في مختبر المبادئ الكهربائية والمغناطيسية، على الطالب اعتماد على هذا الترتيب لتقارير التجربة. بالصفحة الأولى من هذا التقرير، أولا لازم نكتب بالبداية رقم التجربة. هل هي تجربة، التجربة الأولى، التجربة الثانية، الثالثة، وإلى آخره. ومن ثم اسم هذه التجربة، وبعدها الهدف من التجربة، تاريخ إجراء التجربة ووقت المختبر، تاريخ تسليم التقرير اللي قلنا عادة يكون بعد أسبوع من التجربة من وقت إعداد التجربة، اسم الطالب، القسم، المرحلة، الدراسة إذا كانت صباحية أو مسائية. أغلب هذه الأمور اللي حكينا عنها، اللي هي اسم التجربة، الهدف من التجربة وإلى آخره، والأمور اللي راح ناخذها بعدين، هذه كلها إحنا راح نزودك بها خلال وقت المختبر. في الصفحة الثانية من التقرير يجب كتابة نظرية التجربة. أيضا نظرية التجربة راح نعطيها إحنا للطالب من خلال شيء معين يتم خلاله الاعتماد على النظرية. هذه النظرية، يعني نقصد بالنظرية التجربة المبدأ أو الأساس النظري لعملية هذه التجربة. مثلا عندنا تجارب، فرضا تجربة حساب قانون أوم. راح نحكي عن قانون أوم، نص قانون أوم، كيفية شنو الغرض منه وشنو ايش نستفاد من قانون اوم في مادة الكهربائية. فهذا الاساس النظري للتجربة راح يكون في الصفحة الثانية اللي هي نظرية التجربة. الصفحة الثالثة اللي بعدها اللي تتكلم عن الاجهزة المستخدمة للتجربة. مثلا نحتاج مالتي ميتر، نحتاج اسلاك توصيل، نحتاج مصدر للفولتية، نحتاج مصدر، وهكذا. فهذه كل الامور راح تكون من خلال الاجهزة اللي راح نستخدمها بالتجربة وطريقة العمل. طريقة العمل عبارة عن خطوات محددة تعطى للطالب لغرض تنفيذ تجربة عمليا وإيجاد النتائج لها. ثم بالصفحة اللي بعدها راح نتكلم عن الحسابات والنتائج. كل تجربة فيزيائية أكيد لازم نجري عليها حسابات معينة، لأن يعني بها غرض معين. شنو هو الغرض من تجربة؟ حساب مثلا قانون أوم أو تحقيق مبدأ معين بالفيزياء. فهذا الشيء احنا راح نحتاج حسابات. عادة الحسابات العملية عبارة عن قوانين فيزيائية بسيطة، أو يحتاج رسم بياني، الرسم البياني لإيجاد شيء معين من الرسم البياني. والصفحة اللي بعدها راح تكون صفحة المناقشة، المناقشة الخاصة بهذه التجربة والإجابة عن الأسئلة الموجودة في نهاية التجربة. في نهاية كل شيء راح نضع مجموعة من الأسئلة للطالب، على الطالب أن يبحث إجابة لهذه الأسئلة الموضوعة. هذا فيما يتعلق بكيفية ترتيب التقرير. يعني نحاول نكون التقرير مرتب، يكتب بطريقة واضحة، بصورة واضحة، وثم يرسل إلينا بالأسبوع اللي بعده بعد إجراء التجربة، مثل هذه الخطوات اللي قلناها على شكل صفحات محددة وواضحة. واحد من المواضيع المهمة في مختبرات الفيزياء بصورة عامة والكهرباء والمغناطيسية بصورة خاصة هو الرسم البياني. الرسم البياني، فالرسم تخطيطي الهدف منه هو إيجاد قيمة معينة من الرسم البياني. القيمة اللي نوجدها من الرسم البياني عادة ما تسمى بالقيمة العملية. فرضا نريد نحسب قيمة مقاومة مجهولة. فرضا عندنا هذه مقاومة مربوطة في دائرة كهربائية معينة. الغرض منه هو نريد نحسب قيمة هذه المقاومة
مجهوله. فمن نحسب هذا قيمه هذه المقاومه بالاعتماد على طريقه العمل، راح نحصل على قيمه لهذه المقاومه، وهذا شو نسميها؟ القيمه، القيمه عمليه. ولكن عندنا قيمه نظريه اللي اساسا هي موجوده على مكتوب عن المقاومه، او من خلال الالوان اللي موجوده عن المقاومه نقدر نعرفها نظريا، فهذه تسمى قيمه نظريه وقيمه عمليه لهذه المقاومه. نقارن بين القيم النظريه والقيم العمليه اللي عاده توجد القيم العمليه من خلال الرسم او من خلال الحسابات الرياضيه اللي عندنا، ومن ثم نجد نسبه الخطا اذا كانت موجوده. فالرسم البياني عاده يتكون من محورين، محور اكس ومحور واي. المتغير المعتمد يجب رسمه على محور واي، والمتغير المستقل يجب رسمه على محور اكس. عاده نرسم مثلا بين الفولتيه والتيار، عاده نرسم بين الفولتيه والزمن، عاده نرسم مع الفولتيه مع مقلوب المقاومه الى اخره حسب طبيعه التجربه. لكن هنا على ان يتم رسم المتغير المعتمد على محور واي والمتغير المستقل يجب رسمه على محور اكس، على ان يتم اختيار التدريج المناسب للقرارات بحيث يغطي اكبر مساحه ممكنه من الورقه البيانيه. الورقه البيانيه هي فد ورقه مقسمه الى تدريجات، وهذه التدريجات ايضا مقسمه بداخلها الى تدريجات اخرى. عاده الطالب يخطئ بما من خلال الحسابات اللي نحصلها، لان نحصل الحسابات على شكل جدول. فرضا حصلنا بالتجربه الاولى على جدول بين الفولتير والتيار. الطالب يجي شو يسوي؟ يجيب القراءات نفسها ويصفطها على محور اكس ويصفطها على محور واي ويرسم رسم، وهذا الشيء مو صحيح. الرسم البياني المقصود من التدريجات متساوية المسافات على محور اكس وتدريجات متساوية المسافات على محور واي، ومن ثم نصفط نقاطنا اللي حصلناها مثلا الفولتية والتيار تمثل الوحدة على محور اكس والاخرى على محور واي، ونصفط هذه النقاط على الرسم البياني مالتنا. اما التدريجات على محور اكس ما تمثل التدريجات اللي منطيها احنا بالجدول، لا، هذه التدريجات تمثل تدريجات متساوية المسافات على محور اكس ومتساوية المسافات على محور واي، ومن ثم نسقط احنا نقاطنا اللي عندنا على الورقة البيانية وعلى المحاور اللي احنا رسمناها على الورقة البيانية. فالرسم البياني الكبير يوضح بصورة اشمل العلاقة بين الكميات الفيزيائية، ويكون اكثر دقة عند الحسابات التي تتم على الرسم البياني. وكل نقطة على الرسم البياني يجب ان ترسم حولها دائرة صغيرة، فإن ابتعد أي نقطة عن المنحني تعتبر مسافة ابتعادها مقدار خطأ في التجربة. وعلينا أن نفهم أنه ليس جميع المنحنيات هي خطوط مستقيمة بالضبط، لكن الخط المستقيم يعطي الفيزيائي معلومات أكثر من المنحني. لذلك نجد في كثير من التجارب أن فيها أحد المتغيرين يكون من درجة ثابتة والآخر من الدرجة الثانية عفوا، والآخر من الدرجة الأولى، فيرسم الخط البياني بين القيم وقيم المربعات الثانية. الرسوم البيانية عادة تكون على شكل خطوط مستقيمة، وهذه الخطوط المستقيمة بعضها يمر بنقطة الأصل، راح نشوف هسه من خلال معادلة الخط المستقيم، بعضها يمر بنقطة الأصل والبعض الآخر لا، يكون بقطع زائد أو قطع ناقص، يقطع محور إكس أو يقطع محور واي بدرجة معينة. بعض الرسوم البيانية تكون على شكل منحني إذا كان من الدرجة الثانية، ما ينطينا على شكل خط مستقيم وإنما على شكل منحني قاوس أو إلى آخر. راح نجي إلى معادلات الخط المستقيم. أول نوع هذا يمثل خط المستقيم اللي يمر بنقطة الأصل مثل ما نلاحظ بهذا الشكل، شكل رقم واحد. هذا تمثل لي رسم بياني على محور X والواي، وهذا يمثل لي الرسم الخط المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل. معادلة الخط المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل والذي ميله M، هذا شيء يمثل لنا الميل، اسلوب اللي احنا نسميه مثل اللي ميل الخط المستقيم، تساوي لنا معادله الخط هي واي يساوي لنا ام اكس. فهذا مثل لي معادله خط مستقيم يمر بنقطه الاصل. اما النوع الثاني فرضا هذه معادله خط مستقيم لا يمر بنقطه الاصل، كما نلاحظ بالشكل رقم 2 اللي هو هذا الشكل، هذا مثل لي معادله خط مستقيم لا يمر بنقطه الاصل، وانما يمثل لي قطع زائد بمقدار اي. هذا نسميه قطع زائد بمقدار مقدار اي. معادلة هذا الخط المستقيم هي شنو؟ هي واي يساوي لنا ام اكس بلس اي. الواي هو محور الواي، والام اكس الام هو ثابت، والاكس يمثل لي محور اكس، والبلس اي هذا يمثل لي مقدار القطع على محور واي اللي شو يساوي لي؟ يساوي لي هنا في هذه الحالة قطع زائد مقداره اي. فتلاحظ ان الرسم رسمنا ايش صار؟ ما امر بنقطة الاصل. ليش؟ لانه بي قطع زائد، هذا مقدار القطع الزائد هو اي. اما الشكل اللي بعده يمثل خط مستقيم بالمستوي xy واللي ميله m وله قطع
سالب على محور واي يساوي اي. ايضا هذا الشكل يمثل لي نفس المعادله السابقه، ولكن الفرق هنا اشاره سالبه، واي يساوي ام اكس ماينص اي. هذا هو قطع ناقص، نسميه ماينص اي، هو قطع ناقص يقطع لي محور واي بمقدار سالب اي. وهكذا لبقيه انواع الخطوط. اخذنا هذا الرسوم البيانيه بصوره مختصره وسريعه مجرد لتذكير الطالب بها. واحد من الامور المهمه اللي يحسبها الطالب من الرسم البياني هو الميل، لانه عاده الميل هو يمثل لي تغير، والتغير يمثل لي من خلال هذا الرسم. لو تلاحظ انه ميل هذا الخط المستقيم شو يساوي لي؟ السلوب يساوي لنا الميل يساوي لنا y2 ماينص y1 او دلتا y على دلتا x. فالتغير بالمحور الصادي على التغير بالمحور السيني. التغير بالمحور الصادي عاده يمثل قيمه معينه، احنا ما نرسم بين y والاكس، نرسم بين الفولتيه مثلا والتيار او مقاومه او مقلوب وهكذا. فهذا الشيء يمثل لي من يقول دلتا y مقصود بالتغير على المحور الصادي مقسوم على التغير على المحور السيني، هذا يمثل لي ميل الخط المستقيم. يقاس الميل بالاحداثيات x1 وy1 وx2 وy2 بموجب العلاقه لنا. لكن من الضروري ان نعرف ان الخط ان الخطا من الخطا ان يحسب الميل من القراءات اللي حصلنا عليها، فهذا ميل خاطئ. فالميل يجب ان يحسب من نقطتين على الخط المستقيم قياسات دقيقه وغير مقربه. يعني هذه نريد نرسم الميل، اول شيء نرسم راح تطلع لنا مثلا رسمنا راح تطلع لنا نقاط مبعثره، راح نرسم افضل خط مستقيم يمر بهذه النقاط مر بنقطه الاصل. الان شو نسوي؟ نختار اي نقطتين على هذا المنحني على هذا الخط المستقيم. فرضا هذه النقطه وهذه النقطه، نسقط هذه النقاط، هاي نقطه سقطناها على محور واي وسقطناها على محور اكس، وايضا هذه النقطه الثانيه سقطناها على محور واي وسقطناها على محور اكس. حصلنا على نقطتين للواي واي1 والواي2، وحصلنا على نقطتين للاكس اللي هي اكس1 واكس2. الان نقدر نحسب السلوب من خلال هذه المعادله، انه واي2 ماينص واي1 على اكس2 ماينص اكس1 اللي يمثل لي السلوب او الميل. بعد ان حسبنا الميل، عادة الميل يمثل قيمة معينة، قيمة فيزيائية معينة او قيمة عملية او تجريبية نقول عليها. عادة بالتجارب الفيزيائية نحسب ما يسمى بنسبة النسبة المئوية للخطأ. جميع الكميات الفيزيائية لها قيم ثابتة في الطبيعة، هذه القيم محسوبة نظريا، على هذا الاساس نقوم باجراء التجارب العملية لغرض حسابها عمليا. اي شيء في الطبيعة موجود الى قيمة نظرية محسوبة سابقا من قبل العلماء قيمة نظرية. الآن نريد نحسب من خلال تجربة، الهدف من حساب هذه القيمة عمليا. ومن نطلع هذه القيمة العملية راح نلاحظ أنه هناك ما في تطابق 100%، أنه هناك فرق أو نسبة من الخطأ بين القيم النظرية المعلومة سابقا وبين القيمة العملية اللي إحنا راح نحسبها. وهذه نسبة الخطأ هي المطلوب حسابها في التجارب العملية. الغرض منها شنو؟ ثم نقوم بحساب نسبة الخطأ لغرض معرفة مدى تطابق القيم العملية التي تم حسابها في المختبر مع القيم النظرية. عندي هذا هو قانون يمثل قانون نسبة الخطأ، E اللي هي Error Percentage أو نسبة الخطأ من مثل برمز E، يساوي لي دلتا X over X. الـ X هنا ما يعني X axis، يعني ما يعني محور X، وإنما يعني أي متغير. فسمينا هنا دلتا X على X، أو شو نسمي؟ x to x minus x naught. دلتا x يساوي لنا x minus x naught على x في 100%، او شو نسميه هنا؟ نسميه القيم النظريه ناقصا القيم العمليه على القيم النظريه. x يمثل لي الاي، شو يمثل هنا بالمعادله؟ يمثل نسبه الخطا، والاكس يمثل القيمه الحقيقيه او القيمه الصحيحه او القيمه النظريه لهذه الكميه الفيزيائيه، والاكس نوت يمثل القيمه العمليه التي قمنا بحسابها في المختبر. واضح؟ القيمة المطلقة للقيمة النظرية معلومة سابقا ناقصا القيمة العملية اللي حسبها في المختبر على القيمة النظرية المعلومة سابقا، وهذه المعادلة تنطيني نسبة الخطأ. أما هذين القوسين فهو لغرض إيجاد القيمة المطلقة على المدة، لأن نسبة الخطأ دائما تطلع قيمة موجبة. عندنا من المواضيع البسيطة أيضا اللي حبيت أشاركها معكم بهذه المختبر أو بهذه المحاضرة هي أجهزة القياس. أجهزة القياس هي عبارة عن أجهزة تساعدنا بعملية إجراء التجارب الفيزيائية.
سواء كانت كهربائية أو إلكترونية. واحد من الأجهزة المميزة اللي يستفاد منها في مختبراتنا الكهربائية وكثيرا ما تستخدم في مختبرات الإلكترونية هو أول جهاز إحنا نسميه الأوسيلوسكوب، بالإنجليزي اسمه الأوسيلوسكوب، وهو يسميه باللغة العربية جهاز راسم الإشارة، وأجهزة أخرى مثل الأوفوميتر أو المالتيميتر بنوعيه اللي راح نمر عليه هسه بصورة سريعة. الأوسيلوسكوب أو جهاز راسم الإشارة يعتبر من أجهزة القياس والاختبار للدوائر الإلكترونية والكهربائية أكثر الأجهزة دقة، ويمكن من خلال رسم إشارة الداخلية والخارجية بمنتهى الدقة، ويمكن من اختيار مرحلة كاملة في ثانية، ويعتبر القياس الأساسي والذي يستنتج منه قياسات أخرى من رسم علاقة بيانية بين الجهد والزمن، ومنها نستطيع استنتاج قيمة الجهد والتردد إلى آخره. إذا هو عبارة عن ينطيني هذا الجهاز، لو لاحظ هذه صورة هذا الجهاز، الصورة الجوانية، هذا يمثل لي جهاز الأوسيلوسكوب، هذا يمثل لي جهاز الأوسيلوسكوب لو تلاحظه، دي مجموعة تدريجات، هذه هنا هذه الشاشة ما تظهر عليها كأنما رسم بياني، هذه هنا صورة ما واضحة عندنا مقسمة إلى خطوط وإلى تدريجات، هذه الخطوط وكأنما رسم بياني ينطيني هنا بي محاور عفوا أقطاب للداخل والخارج، هذه الغرض منها ندخل الإشارة الخارج الداخل الدائرة الكهربائية والخارجية، وممكن نرسم هنا أكثر من رسم بآن واحد للإشارة الداخلية والخارجية بتدريجات كثيرة، تدريجات للتغيرات التردد، تدريجات للتغيرات بسعة هذه الموجة اللي تطلع عندي، والكثير من الإعدادات اللي نقدر نستخدمها نستفاد منها برسم الدوائر الكهربائية. أجهزة الأوسيلوسكوب هناك مختلفة أنواع من الأجهزة، بعضها نسميه رقمي أو ديجيتال، يعني بشاشة هو يتحكم بالرسم البياني، وبعض الآخر يدوي أو شو نسميه احنا نسميه أنالوج، اللي احنا ممكن نتغير من خلال تدريجات معينة نغير بالإعدادات حتى نحصل على الرسم اللي احنا نحتاجه. يحدد سعر الأوسيلوسكوب بالاعتماد على عرض النطاق الترددي، مدى الترددات اللي يستجيب إلى هذا الأوسيلوسكوب راح يحدد لنا سعره، بعض الأوسيلوسكوبات 10 ميجا هرتز، بعضها 20 ميجا هرتز، والآخر يتجاوز 40 ميجا هرتز حسب طبيعة العمل اللي نحتاجه احنا بالمختبر. وأهم ما يميز بأن هي قناتان للقياس، أي أنه من الممكن أن أراقب إشارتين في نفس الوقت، مثلا إشارة الداخل والخارج. أيضا من الأمور المتميزة هذا الأوسيلوسكوب هو الشاشة البيانية، شاشة بيانية بها هذه تكون الشاشة مقسمة أقسام نسميها ديفيجن، وكل قسم منها طوله هو 1 سنتيمتر وبها تدريجات أخرى، ويكون مقسم إلى 5 أجزاء، وهناك محورين، محور العمودي الذي يمثل الجهد وينقسم إلى 8 أقسام، والمحور الأفقي الذي يمثل الزمن ومقسم إلى 10 أقسام. فهذه كل المحاور نقدر نتحكم بها، نزيد بسعتها ونقلل بسعتها، نغير بالتدريجات تدريجات الزمن وتدريجات الفولتية والترددات وإلى آخره حتى نحصل على الرسم البياني المطلوب. هذا يعني بالنسبة لطلبة الفيزياء راح يستخدمون هذا الجهاز كثيرا في مختبراتنا للمراحل الأولى والمراحل المتقدمة للثانية والثالثة، خصوصا في مختبرات الإلكترون. من الجهاز الأساسي والضروري اللي نستخدمه في مختبراتنا الكهربائية اللي هو شنو هو الأوفوميتر أو المالتيميتر، يعني البعض يسميه أوفوميتر والبعض الآخر يسميه مالتيميتر، راح نشوف شنو الفرق بين هذين النوعين، يمتى يسمى أوفوميتر ويمتى يسمى فولتميتر عفوا مالتيميتر. الجهاز المالتيميتر أو الأوفوميتر هو عبارة عن جهاز يستخدم لقياسات مختلفة، أولا قياس التيار مدمج، يعني بهذا الجهاز مدمج 3 قياسات، الأول هو قياس التيار اللي نسميه أميتر يستخدم لقياس التيار، والآخر هو الفولتميتر يستخدم لقياس الفولتية، والثالث اللي هو أوميتر، الأوميتر يستخدم لقياس المقاومة أو الممانعة. أيضا بهذا الجهاز هناك نوعان من هذا الجهاز، أما النوع الأول يسمى التماثلي أنالوج، والنوع الثاني أيضا راح يسمى ديجيتال أو رقمي، راح أيضا نشوف الفروقات بيناتهم. السؤال اللي ينطرح دائما، لماذا يسمى الجهاز أوفوميتر؟ ليش يسموه أوفوميتر؟ التسمية جاية هي عبارة عن مختصر للحروف هذه الثلاثة، قلنا هو يستخدم لقياس التيار أميتر، ويستخدم قياس الفولتية الفولتميتر، والقياس المقاومة أو المعوقة اللي نسميه أوميتر، فمختصر للأي والفي والأو فصارت أوفو، وهو ميتر هو جهاز القياس يسمى ميتر، فكلمة الأوفوميتر إجت من الحروف الأولى لهذه القياسات اللي يستخدم لها.
يوصل الفولتميتر على التوازي لكي نقيس فرق الجهد على مكون معين، أما الأميتر فيوصل على التوالي لكي نقيس شدة التيار المار في أي مكون من مكونات الدائرة، أي إنهما يستخدمان عندما تكون الدائرة مغلقة. يعني شنو الدائرة مغلقة؟ الكهربائية موصلة للدائرة والكهربائية تسري من الدائرة. يعني متى نقيس التيار؟ عندما يسري التيار بالدائرة، الدائرة مغلقة، غلق الدائرة أولا، من ثم نقدر نقيس التيار المار بهذه الدائرة. ومتى نقيس الفولتي؟ أيضا عندما يكون دائرة متكاملة ومتواصلة، التيار به يسري، يلا نقدر نقيس فرق الجهد. أما الأوميتر اللي يستخدم لقياس المقاومة، فعادة يتم قياس المقاومة عندما تكون الدائرة مفتوحة، يعني ما عندي تيار، نغلق سويتش الدائرة، يلا نقدر نقيس الأوميتر. ليش؟ لأن بعض حتى لا يتلف أو لا يفصل عن القياس أي مكون من مكونات الدائرة، لأن أحيانا يصير عندي قطع أو شورت في الدائرة الكهربائية إذا تم قياس المقاومة عندما يمر بها تيار. وأيضا ممكن يعطيني قياس غير دقيق للمقاومة إذا تم قياسه في حالة توصيل الدائرة الكهربائية. النوع الثاني اللي نسميه احنا الديجيتال، ايضا هو ايضا مالتي ميتر او الاوفوميتر، بس هذا النوع شنو هو؟ رقمي، مثل ما قلنا بالاوسيلوسكوب بعض الاجهزه رقميه. الرقميه ما مو انت تغير بالتدريجات مالته، يعني تزود تنقص الى ان تحصل على القيمه المطلوبه، بينما الديجيتال هو يقوم بهذه العمليه عنك رقميا وينطيك القيمه الافضل، وعاده ما يكون مزود بشاشه واضحه لغرض تنطيني القراءه الدقيقه، حيث انه ادق وأسهل من التماثلي، وأصبح يقيس قيم أكبر، أضيف له العديد من القياسات بالإضافة للقياسات السابقة اللي حكينا عنها، لقياس الأميتر والفولتميتر والأوميتر، هذه بالتماثلي موجودة، لكن عندنا أجهزة بالديجيتال أو بالرقمي أضافت لقياسات أخرى، مثل قياسات السعة بالمكثفات، قياسات سعة المتسع نقدر نقيسه، قياس الحث بالملفات، قياس الترددات، قياس درجة الحرارة، وأنواع أخرى من القياسات اللي ممكن أضافها، مثل من بالدوائر الإلكترونية تقيس الترانزستور وتحدد أطرافه، مع ذلك استحق لقب المالتيميتر. فإذا إجت كلمة المالتيميتر بعد ما صار الجهاز ديجيتال، يقيس لنا أكثر من القياسات السابقة. الأوفوميتر اللي أنت تسميه إذا كان الجهاز يقيس لنا أميتر فولتميتر وأوميتر فقط، هذا شو يسميه؟ أوفوميتر. أما اللي أنت تسميه مالتيميتر إذا كان ديجيتال، يقيس لنا قياسات أخرى مثل السعة والمكثفات والحث والتردد ودرجة الحرارة وأيضا حتى الترانزستورات. فهذا بهذه الحالة استحق أن نطلق عليه لقب مالتي. مالتي يعني شنو كلمة مالتي؟ مالتيميتر يعني متعدد القياسات. كذلك أصبح بلا تدريج، فلو أردت قياس جهد معين فيكفي أن تضع مفتاح الاختيار على وضع الجهد والباقي على الجهاز يحدد لك قيمة الجهد، وهو يحدد إذا كان دي سي أو أي سي دون حاجة إلى ضبط التدرج. عادة نحن نقيس بالأوفوميتر، من نريد نقيس الجهد فلازم نحدد، أو التيار لازم نحدد هل هو نفر بمثل الشانل نغيرها مثل شانل المروحة، نغيرها نزود وننقص، أو نحرك هذا الشانل إذا نخليه على الدي سي إذا كان التيار مار هو عبارة عن تيار مستمر، ونخليه على الأي سي إذا كان التيار عندي المار تيار متناوب، وهكذا إحنا نغير بيه. بينما في حالة الديجيتال المالتيميتر أو الديجيتال في هاي الحالة ما يحتاج احنا نغير، لان هو يتحسس التيار المار بالدائرة وهو راح يغير بهذا التدريجات. الملاحظات المهمة انه القياس في وضع الجرس، اكو فد خاصية بهذا المالتيميتر او الاوفوميتر، هو خاصية الجرس. تستخدم هاي خاصية الجرس شنو؟ يعني عند توصيل القطبين مع المالتيميتر الموجب والسالب مع بعضهما، راح نخلي المؤشر على وضع الجرس، راح نسمع صوت. هذا الصوت شنو؟ لغرض التأكد من إغلاق الدائرة التوصيلية بالدائرة، أن التيار يسري بالدائرة بصورة طبيعية، أو أحيانا نريد نقيس أي جزء من أجزاء الدائرة، هل بقطع لو ما بقطع بالسلك مالته أو أي شيء، فنقيسه من خلال وضع الجرس. مجرد ما وضع هذه الأطراف المالتيميتر على هذا الجزء المراد قياسه باليمين واليسار، ومن ثم نسمع إذا كانت الجهاز يشتغل بصورة طبيعية فراح نسمع هذا الصوت الصوت، اما اذا ما سمع صوت فمعناته فقط قطعنا بهذه الدائره. ايضا هذه ملاحظه مهمه، يمنع استخدام الاوفوميتر التماثلي على وضع الاوم في قياس الاجهزه الديجيتال مثل الموبايل والكمبيوتر والاله الحاسبه، البلاي ستيشن مثلا، الريسيفر، اي جهاز يعمل بواسطه المعالج او البروسيسور، وذلك لأن تيار بطارية الأوفوميتر التماثلي عالية، ومن الممكن أن يسبب تلف في أي مكونات حساسة. الأوفوميتر هو الجهاز اللي يستخدم لغرض قياس المقاومة، ففي حالة
من أجل استخدام الأوفوميتر التماثلي على وضع الأوم، ينصح بعدم استخدام الأوفوميتر التماثلي على وضع الأوم في حالة قياس الأجهزة الدقيقة اللي هي شنية الكمبيوتر مثلا، البلاي ستيشن، الحاسبات مثلا، أي جهاز موبايل يستخدم، أي جهاز يستخدم يعتمد على البروسيسور والمعالجات اللي أو الذاكرة اللي موجودة، فمن ممكن يسبب عطف أو تلف الأجهزة أو الأجزاء الحساسة لهذا الجهاز. ليش؟ لأن يعني الأوفوميتر قلنا ببطارية، وهذه البطارية ممكن يكون تيارها نوعا ما عالي، يسبب لي عطب بالأجهزة الحساسة. هذا هو جهاز الأوفوميتر، صورة واضحة، شركات كثيرة وصورة واضحة، وهذا هو الجهاز بصورة عامة. لو تلاحظ هنا أنا شاشة دي واضحة تنطيني التدريجات أو القراءات المطلوبة اللي احنا نريدها. وعندنا هذا هو الشانل اللي حكينا عليه، الشانل هو هذا الشانل. بتلاحظ هنا أنا دي تدريجات، هنا أنا مثلا في حالة قياس الفولت هذا البي ومنقطة، هذا يعني إذا كان هنا في حالة الدي سي أو التيار مستمر، أما إذا كان بهذه العلامة فهذا يعني أنه هنا تيار متناوب، فإحنا نغير بهذه. إذا كان التيار مربوط دائرة متناوب نخلي على هذه الجهة، وإذا كان مستمر نخلي على هذه الجهة إذا نريد نقيس فولت فيها. أيضا إذا نريد نقيس تيار نخلي على وضع التيار، القراءة اللي تطلع على الشاشة تيار. هنا إذا كان هنا المؤشر تطلع على الشاشة فولت فيها، إذا خلينا هنا المؤشر القراءة اللي تطلع لي على الشاشة تمثل لي مقاومة. وكل وحدة من هذه التدريجات هي عبارة عن هنا بالملي، هنا 2000 ملي وإلى آخره. هنا بالأمبير أيضا قلنا هذا ملي أمبير، ملي أمبير، وهنا مايكرو، مايكرو أمبير. وأيضا بالنسبة للمقاومة اللي تقاس بالأوم 200 2000 20 كي، يعني 200 ألف 20 ألف عفوا 200 ألف و20 مليون و200 مليون، حسب الأجهزة وحسب نوعياتها وحسب الشركات، وكل وحدة تنطيني تدريجات مختلفة. هذا هو زر الجرس اللي حكينا عليه، إن هذا النوع العلامة زر الجرس، من نخليه المؤشر هذه نفرها نخليها على علامة الجرس، وممكن نوصل هاي الأقطاب هذا نخليه بالجهة المراد قياسه، فيمكن نعطينا صوت مسموع. إذا أعطانا صوت معناته إنه الجهاز يشتغل بصورة طبيعية. الأقطاب أيضا هنا ممكن نوصل الأقطاب هذه تربط هنا قطب، وهنا قطب موجب وقطب سالب، وهذه ممكن نقيس بها أجزاء الدائرة، أي جزء من الدائرة الكهربائية.